أجل ما تدريش اللي صار لحالك بينهم حايل عشان تشوفش الأخبار تعالوا شوفوا وش صار تعالوا نحلل النشرة علوم كثير منتشرة نمدح بعضها لكن أكيد ببعضها بنشرة والله من زمان عنكم يعني يوم واحد شو الاخبار شو مسوين الله يحييك يا اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم وش صاير احنا معاكم يوميا على الهواء مباشره مكملين مشوار رمضان في اواخر ايامه مع ضيوفنا وشركاء نجاحنا نرحب بضيفنا ماجد يا هلا والله يا هلا مرحبا ويا مسهلا والله اني مشتاق والله صدق والله اسبوع عنكم والله العظيم شو البسمه يا اهلا وسهلا بسام هلا والله عبد المحسن اهلا وسهلا بعد 24 يوم من رمضان هل تجرأتم ووقفتم على الميزان اعتقد في اخر كم يوم لا 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 صراحه انا اليوم ساحبيني مع الفطور يعني قم خلاص خلاص قم كثر لسه السفره مليانه اعتقد لا انا خلصت خلصت في فتره التقلص الان تقلص إيه. عبد المحسن بعيدا عن المثاليات الحين اضافيه خلاص إيه. بعيدا عن المثاليات اصلا السلوكيات الغذائيه عندي مضروبه ففي رمضان قلت خليني اترك كم شغله ممتاز مثل ايش مشروبات غازيه فأنت من بداية رمضان إلى 24 رمضان بالضبط ما شربت ولا مشروب غازي والمأكولات السريعة هذه أوت وبتكمل بعد رمضان ولا بس رمضان؟ شكلي حكمل لأنه النتائج جداً هذا بدون رياضة فأنت بدون تحس شيء. رمضان لأنه شهر مختلف ففرصة أنه أعمل فرصة. عادات طبعًا. جديدة طبعاً ممتاز والوزن يعني حتى يعني أبغى أجيك اليوم لأنه يحمس فلا بكمل طبيعي راح أكمل ما شاء الله عليك أنا صراحة ما أقدر أستغني عن المشروبات الغازية بس الزيرو يعني الدايت أنا بالنسبة لي الله يستر طلبت ملابس أونلاين بكرة حتوصل بكرة بجيب لكم إياها بفتحها أمامكم مشاهدين الكرام فترقبوا إن شاء الله تطلع مقاسي يا رب طيب خلونا نروح لفقرة الأخبار السريعة في أخبارنا الليلة سعود القحطاني يعلن عودته لبرنامج تيك توك أرحبوا ترحيب المطر يا ربعنا وأرحبوا يا متابعيني وجمهوري اللي في ذا البرنامج لي أتواصل مع ربعي وجمهوري اللي في البرنامج بالتيك توك تراني أحبكم كثير وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله راح أحضركم مفاجأة جميلة طيب أنا شفت التعليقات تحت هذا الفيديو كلهم جالسين يشتمونه طبعاً نوجه له تحية طبعاً ما يستاهل كل هذا الهجوم صحيح. بس تعليقك على هذا الموضوع لأنه صارت في حملة طويلة عريضة لمقاطعة التيك توك وأولهم كان سعود القحطاني اليوم سعود يرجع ويعود هذا اللي فاجأ كثير من الناس وصارت فيه يعني كلام في السوشيال ميديا وتحديداً على منصة التيك توك إنه كثير من المشاهير اللي قاطعوا راجعين في الأسابيع القادمة وبعدين طلع فيديو سعود طبعا من الناس اللي قاطعوا قبل فترة بعدين رجع وقال لا البرنامج هذا طبعا أصلح لي هو طلع ترى على فكرة من حساب آخر إلى أنه حسابه الأصلي صحيح. انحضر من التيك توك أصلا أيام الحملة إيه؟ فأخذ حساب ثاني مو له وحوله له بالضبط وقال إني أنا راجع وفي مفاجأة وتكلم عن مفاجأة وكذا وقال إنه أنا أعرف بمصلحتي نشوف إيش اللي يصير. والسؤال. إيه بس تيك توك ما اعتذر إلى يومك. هل الحملة خلصت؟ هي كيف بيرجع؟ يعني هو معروف إنه سعود في البثوث. فالبثوث ممنوعة في السعودية حالياً. صار ما تشتغل في السعودية. فكيف سعود بيرجع البرنامج التيك توك ويقدر يسوي بثوث؟ وكيف السعوديين أصلاً يقدرون يتفرجوا عليه؟ يعني هو انتقل لجاكم. إيه نعم. هل جاكم مثلاً ما يدخل فلوس مثل التيك توك؟ هل الداعمين؟ خصوصاً خلينا نتكلم جاكم معروف في السعودية إيه؟ بس عندك ناس من دول الخليج صحيح. عندك ناس من العالم في داعمين إيه؟ من أنحاء العالم إيه؟ أنت برضو تحتاجهم صحيح. كواحد إيه؟ تبث في بس ما أعتقد أن سعود ما يستلم مبلغ قبل البث إيه؟ يمكن يعني خلص عقده مع جاكم ما أعتقد الموضوع قريب أصلاً توه بادي ما له كم شهر يعني ما أعتقد أن الموضوع بيكون شهرين بس وذا شهر وانتي عقده فأعتقد أن في مشاكل مع إدارة جاكم في واحد من المشاهير في دول الخليج صار عليه هجوم كبير وهاشتاج في تويتر لأنه ما زال ملتزم بتيك توك تتوقعون سعود بيصير عليه هجوم في أول بث له لو رجع فعلا؟ احتمال كبير احتمال كبير لأنه الناس لسه الجو العام على تيك توك عارفين على خلفية مبرر صار
وش هو الهجوم هذا اللي ممكن يحصل عليه اي مشهور يبغى يبث في تيك توك؟ اكيد مبرر، الناس تحب وطنها وما تبغى اي احد يرجع، بالذات زي ما انت قلت ما جاء الاعتذار، ما زال في هذا على قولهم النكران من جهه تيك توك. الايام جايه وبنشوف. ما زالت المشاكل موجوده في تيك توك ما انحلت الى الان. الى الان من ضمن الأخبار رسمياً رياضة البادل في مدارس البنين والبنات بالمملكة. واو، إيه مدرس رياضة طبيعي بيعرف يدربهم أصلاً؟ شوف، هو تعاون صاير بين لجنة البادل السعودية اللي هي تندرج تحت مظلة الاتحاد السعودي للتنس وزارة التعليم. الهدف أنه يبدو يسوون البادل في المجتمعات التعليمية في المدارس، ويسوون لهم دوريات ما بين المدارس. بس هذه يبغى لها إنشاء ملاعب، خلينا نقول للبادل، وبعدين البادل أصلاً لعبة كحد أقصى في اللعبة الواحدة 4 أشخاص، كيف تقدر تتحمل كل عدد الطلاب الموجودين؟ أكيد الاتفاقية هذه راح تكون عندها الترتيبات، بالذات أنه انطلاقة البادل كانت من تقريباً ديسمبر 2019. احنا شفنا انه في ملاعب كوره تغيرت في شيء اكثر من شعبيه الكوره، تغيرت الى بادل. وعبد المحسن احنا يمكن لنا خبره، شفنا كيف انا اخذت كلاسات، ترى حضرت 9 كلاسات مع مدرب اسباني، يعني ما امزح. هذا يعطيك ويعكس لك مدى اقبال الناس على هذه الرياضه. الرياضه سهله وحماسيه مش سهله مره، يعني هي في الناس تستسهلها، بس اول ما يلعبون الكرة في وجهك، كرة في عينك، أبطايا. بس ما هي بصعوبة التنس والسكواج، هي زي التنس الطاولة مثلاً، نفس صعوبة التنس الطاولة، وما تحتاج نفس لياقة التنس. صح. صحيح، بس الملعب أصغر والجدار معاك محسوب يلعب معاك الجدار. بس أنا قاعد أشوف مقاطع كثير لناس يلعبون بادل، لا أعتقد صراحةً مو مرة محترفين أبداً، الموضوع مو بسهل مرة. بس أنت تقولنا كيف الناس بيستحملون، أو كيف المدرسة بتستحمل أكثر من 4 بدل ما تحط ملعب واحد؟ أعتقد إن شعبية الكرة برضو بتكون أكبر. خطوة إنه نوصل للاحتراف، الدخول من الجراس روتس في الطلبة وهم في سن صغيرة ويدخل في اللعبة يعرف أساسياته وتنافس، وطالما في تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة معناته ممكن يكون في استخدام لملاعب خارجية خارج المدرسة أصلا. أتصور ما تحسفتوا أنكم تخرجتوا؟ صراحة ندم. مبسوط لأطفالي يعني صراحة كويس. خلونا نروح لفقرة بوست اليوم. يبدو في هبة جديدة خلت بعض المذيعين والإعلاميين يفهمون الحوار غلط، ويحسون أنه مهمتهم الأساسية التقليل من الضيف واستفزازه بهدف ركوب موجة الترند. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. هل مثلاً يعني بنتك حجمها زي حجمك؟ هل زوجتك برضو يعني حجمها زي حجمك؟ لأن في بعض الناس يعني ما ياخذ مثلا طبيعيه، يكون لا ياخذ نفس حجمه. فهذا الشيء اللي ودنا نعرفه عنك. انا هذا انا مقدره في الناس، هذا يعتبر فضول عند البشر. صحيح. بشكل عام، وصعبه انت تشبع فضول الناس كلها، سواء كانوا متابعيني او من اللي في الشارع قابلهم، وهذا صعب اني اجاوب عن كل شيء. صحيح. صعب اني اجاوب، لان هذا خصوصيات، ومثل ما قلت في بدايتي ان هذا خلق الله، وترك خلق الله لله سبحانه. يعني ما تبغى تجاوب؟ ما أقدر أجاوب الصراحة. طيب تعليقكم على الفيديو قبل ما نقرأ تعليقات الناس. والله العظيم، والله إني في من مثل هذه الأشكال إني أزعل أصلاً إن إحنا نتكلم عنه. فهو أصلاً يبي يركب الموجة مثل ما قلت، فأنا أخليه متهمش تحت عشان ما يطلع الأشياء هذه. شيء صراحة مثل حجمك، إيش مثل حجمك؟ سيء، كل شيء سيء فيه. يعني شوف، هنا المذيع بالذات الحواري لازم يكون عارف أسئلته، وأحيانا الأسئلة ما تجي قد ما أو مثل ما هو خطط لها، لازم يستشف. أبو بسمة جميل، وكان يعني يحاول أنه يراوغ السؤال بشكل جدا، ولا وهذا ضاغط. لا غلط يا صديقي، مو بهذه الطريقة تدار الحوارات. عرف يطلع منها أبو بسمة باحترام شديد جدا. أنا أتمنى المذيع هذا يشوف حلقتنا إحنا مع أبو بسمة وشوف كيف تحاورنا. أيوة. معه فرق شاسع. في ناس تحتاج تدرس بالضبط. يعني في برضو كومنتات للناس. في ميمي تقول إيش؟ المذيع أول مرة يصير مذيع وما يعرف يسأل ولا يدري كيف يدير الحوار. يعني بالله هذا سؤال ليته، يعني قال وش دخلك وتركه ومشى. يعني من جد احنا ودنا ندافع عنه لأنه زميل، بس اللي سواه أبدا ما يساعد مرة، شيء سيء. في برضو ممدوح العضيلة يقول إيش؟ باختصار وانقلوا عن أبو بسمة إنه يقول وش دخلك لكن باحترام. من جد
بالضبط. ابو بسمه شخصيه جميله واسلوبه اجمل ونوجه له تحيه. ونحييه ونبي الشاي يا ابو بسمه. نبي الشاي يا ابو بسمه الفنان الذي فكر. هالتالي يقول ايش؟ يا اخي اسلوبه ولباقته تدرس. صح. قسم بالله ما شاء الله عليه. صحيح. عرف يطلع منها بكل بساطه. صحيح. وبكل ادب. صحيح. من الاخر. والله انا اشكره. يعني لو بنطلع بشيء من هذا الفيديو هو اسلوب ابو بسمه. صحيح. وكيف انه رد على الاساءه باحسان. يا سلام. متابعينا على اس بي سي لا تروحون بعيد، تواصلوا معنا خلال الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي اكس، انستغرام، تيك توك، سناب. ولاني احبكم بعد الفاصل راجع لكم. رجعنا لكم متابعينا على اس بي سي. وش هو عطرك المفضل؟ لا 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 مستحيل. كيف يعني شاعر مشهور يهاجم الرجال اللي يتعطرون؟ هل فعلا ربط السالفة بالرجولة مرة واحدة وطلب منهم يرفعون علومهم؟ طيب ايش دخل اعلانات العطور؟ مين هالشاعر؟ وش قال بالضبط؟ هذا اللي راح نعرفه بفقرتنا تناديك ريحات المقابيل. يا جماعة ارفعوا العلوم، ترى الرجال مهم أولوية بالنسبة له. صحيح ان الانسان لازم تكون ريحته جميلة وزينة وما يشغل خلق الله في ريحته الكريهة اسمحوا لي على الله، لكن ايضا لا يشغل خلق الله في ريحته تو ماتش المبالغ فيها. الواحد يضرب له ست مخلطات ودهن عمود ويركب لك الاسانسير بدرجة الحرارة 60، لا دخلت الاسانسير عبء ولا كأنك داخل قاعة نيار. ما يصير يا ارفعوا علومكم. رجل جيل ترى مو بذات يعني أهمية العطر. تروش زين الله يجزاك خير وحط عطر خفيف لا تبالغ. صح ولا يا الربح؟ والله أني صادق يعني. وبعدين أشوف أنا في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إعلانات عطورات الرجال أكثر من إعلانات عطورات النساء. هل هذا منطق؟ لا يلعبون علينا الشركات حقت العطور ترى. عطر مدري من، عطر مدري من، عطر مدري من، كلها رجال. قليل تلقى عطر نسائي. المفترض إنه النساء هي اللي تهتم أكثر من الرجال في هذا الموضوع. على فكرة بعض شعوب الكرة الأرضية ترى ينتقدون. لاحظنا في لندن ولا في أمريكا ولا في حد بلدان أوروبا. ضجة كبيرة وجدل واسع سواها المقطع اللي انتشر للشاعر ياسر التويجري ووصل بأحد حسابات منصة إكس تويتر سابقا لأكثر من 3.1 مليون مشاهدة، وانقسام واضح بالتعليقات ما بين معارض بشدة لمضمون وأسلوب اللي قاله بالفيديو وما بين مؤيد ومعجب بطرحه. ومن أبرز هالتعليقات قمر اللي قالت نفسي أفهم الرابط بين الريحة العفنة وبين الرجولة. الرجولة مفهومها في انحدار عند الأغلب، اهمل نفسك ونظافتك تصير رجال، تهتم بنفسك تصير متشبه بالنساء، حتى لو مواقفك تثبت انك رجال فعلا بس تسقط رجولتك لما تفوح منك رائحة العطر. عقليات تافهة. طبعا كثيرين كان عندهم مشكلة بأسلوبه والطريقة اللي عبر فيها، ومنهم عبد الرحمن اللي كتب ياسر التويجري مهما كبر وتطورت عقليته إلا أنه يبقى اندفاعي وهذه فطرته، متأكد لو صاغ فكرته عن العطور بشكل أفضل لوجدت قبول بين الناس. أتفق معه أنه المبالغة بالعطور ما هي مقبولة، لكن ما لها علاقة بالمرجلة بل بجيوبنا الأنفية، تعودنا لدرجة خشومنا تستغرب الهواء النقي. طيب أوسو إيش قالت أوسو؟ الأسلوب الهمجي الزايد أو الهجومي الزايد مشكلة. يقدر يقول بكل بساطة وفي كم كلمة لا تشغلنا بريحة عطرك لأنه عطرك لك وانتهينا، لكن اللي يتعود على أسلوب المراهقين يبقى مراهق إلين يموت. البعض رد عليه ووضح أنه حتى دينياً اللي قاله مو صحيح أبد، ومنهم محمد المري اللي نشر هالبوست وكتب هو بالغ في كلامه ونقده، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال الإمام الشافعي لو أنفق العاقل ثلث ماله في الطيب ما كان مسرفاً. طبعا بالمقابل البعض أيد ياسر وأعجب بطرحه، ومنهم نايف اللي علق ما قال غير الصحيح، بعض الشباب صاير ريحته كلها كريمات وعلوم حريم. وصوت الأمة اللي ردوا قال والله إنه صادق، ارفعوا علومكم، بختين عطر وخلاص، ناقص يسألون وتستخدم ماسك البشرة أي نوع من الماسكات.
وسعود اللي كتب والله انه صادق كثرة التطيب للنساء. وبما انه السالفة صار عليها كل هالأخذ والرد، خلونا ننتقل للسؤال الصعب. يعني ايش رايكم بكلام ياسر التويجري واسلوبه؟ اعتقد انه كبر الموضوع بزيادة. يعني انا عارف في ناس تتضايق من العطور الزايدة، في ناس تتضايق منك خلاص ريحة قوية مرة ترك شيء مزعج، بس مو معناتها انك تربطها بالرجولة، يعني ما دخل الموضوع. انت تفضل عطورك، في ناس يفضلون، في ناس انا اعرفهم يكون تدخل غرفته ما شاء الله الكوميدينة حقته كلها عطور. هو محب للمجال هذا، عاشق للشيء هذا، فما له دخل ان انا اصير بنت ولا اصير رجال. يعني ما له دخل في رجولتك، يعني بالعكس هيبه الرجال اني اشوفها اني بالعكس اشم ريحته قبل ما يدخل. الله والله يدخل بهيبته واشوفه رجال ما شاء الله عليه. الحين تجي تقول لي حرمه مو منطق. شوف خلينا اشوفها بزاويتين مختلفه. اول شيء انا ما شفت ربط رجولة، وحتى في واحدة من البوستات قالت إيش علاقة الرجل لا ما لها دخل، النظافة الشخصية على جنب والريحة على جنب، الريحة لا مطلوبة، بس هو يتكلم عن المبالغة في الريحة أحيانا تكتم. ترى على فكرة كنت أتناول استقصاء صاير في أحد الولايات الأمريكية عن أكثر السلوكيات اللي تزعج الناس في الأماكن العامة، الصوت العالي، اللي يكلم بالجوال، اللي يرمي، طلع رقم 2 على القائمة اللي يستخدمون العطر. هذا من حقه ريحته طيب، هذا يقول لك انا من حقي استنشق. في عطور صيفيه وفي عطور شتويه، المبالغه لا ذات تحط اللي تبغى، بالعكس من النظافه والطيب، وحط وغير وسوي عندك. الاستخدام هو الكلام، هو سام، هو كلام صحيح 100%. صدق في بعض الناس انا قاعد اقول لك انه صدق ضايق من ريحته القويه اللي فاقعه مره تصدع راسك. لكن هو ربطها بعض الحين يقول لك ايش ترى اساسها للحرمه. لا ما يعني ما اقول لك تقول لي اساسها ام حريم انت ليش؟ لا غلط، بالعكس في ناس يحبون ريحتهم تكون قويه. طيب سؤالي الاخير، وش هو عطرك المفضل؟ لا انا ماني بحرمه. طيب خلونا ننتقل لبوست اليوم. وضع الفنانات في الاكشن عليه ملاحظات، واخر ملاحظه كانت على نادين جيم اللي تدخل المنافسة بأقوى طقة رقبة. ركزوا بالفيديو الجاي. هذا عن بعد وايرلس. إيه ديجيتال. ديجيتال. هذه طبعا أكثر طقة رقبة مقنعة، أكثر شيء عنف صراحة، يعني المفروض ما نشوفه من العنف اللي فيه، المفروض ما يعرضونه صح؟ فوق 18 المفروض. في ناس صغار يتابعون الشيء هذا، يعني فرق التدخل الخاصة، رابطات النينجا، كلهم الآن في التقبيل بعد ما هذه صار في طريقة جديدة صراحة. طيب ايش التعليقات اللي جت على الفيديو هذا؟ يلا سيزار يقول من بعد المشهد تراجع الهند إلى المركز الثاني. فعلا نادين جيم تستحق المركز الأول بعد المشهد هذا. دائما هي الذهبية فلا. زياد يقول اللي خلف ما مات بروسلين جيم. بروسلي بذات نفسه ما يقدر يسوي الحركة هذه. طبعا. مهند يقول أنجلينا جولي الغلابة. أنجلينا جولي لو شافت المشهد هذا راح تعتزل. راح تعتزل. لا المنظر غريب صراحة، بس أعتقد إن إحنا خلاص الحين في 2024 فكل شيء عن بعد. كل شيء عن بعد صح. والله ذكرت منطقي، يعني هي مواكبة تقنية وتطور. أنتم اللي قديمين. قديمين أنا أقول لك، عشان كذا الحين كل المعسكرات دي بيغيرون بينزلون السوفتوير الجديد. خليكم معانا، ولأني أحبكم بعد الفاصل راجع لكم. يا هلا متابعينا في اس بي سي، اهلا فيكم من جديد في وش صاير. الحين خلونا ننتقل الى فقره رسائل. الفطور في رمضان يجمع الكل على سفره واحده، الاصدقاء، المعارف، واكيد العائله. بس عمرك فكرت انك تدعو احد المشاهير اللي تعرفهم فقط من وراء الشاشات على الفطور؟ هذا اللي سالناه الناس اللي في الشارع عشان نعرف مين راح يدعون وليش. لو يمديك تدعو اي شخص في العالم انه يفطر معك مين راح يكون؟ والله اذا غير الوالدين. طيب
صدق لاعب من لاعبين الهلال. اختار الكابتن الخلوق والنجم الشهير ماجد عبد الله. ممكن نايف حمدان. نايف حمداني. انا جاء في بالي واحد توي شايفه. توي شايفه بس ما يعني ودي اعزم الصدق. كريستيانو صح؟ لا 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 بليهي. نايف حمداني. يعني شخص شهرته لها فائدة على الناس، يعني يقدم محتوى مفيد ومتابعينه من جميع الشرائح كبار صغار أطفال، قاعد يقدم محتوى مفيد للمجتمع. سعد عزيز. سعد عزيز بالضبط، لأنه نضحكنا. أي والله أسطورة أسطورة أسطورة. سعد عزيز، ناصر القصبي ما جاء رمضان، ما جاء ينعزم برضو. يستاهل. بدر بن هزاع، فيصل الأحمري، حبيب الحبيب. حلو فاضي رمضان برضه. ياسر القحطاني. سبب يعني لأن ياسر كان حب طفولي وأنا صغير، حب الكرة فأحب ذا الشخص. أنتم مين راح تعزمون على مائدة الأفطار من المشاهير؟ والله ما عجبني اللي قال نايف حمدان صراحة، بقدر أضحك ضحك ماني فاكه، بنصلي مع بعض ونرجع نكمل سواليف. ولو على قولتك قبل شوي في واحد مسوي مائدة كاملة طويلة عريضة، عزم ناس كثير مرة. عزم كل المشاهير. أنا صراحة سالم الدوسري الأصلي طبعاً، مش يا سالم يا دوسري. سالم الدوسري لا والله يا سالم يا دوسري، على الأقل يطلعك في حلقة يصورك معاه، تطلع في سكتش برضو أبغى سالم. سالم إيش معنى؟ إيش معنى؟ يا أخي سالم بالنسبة لي على صغر سنه بالنسبة لي ملهم بالنسبة لي، لأنه يعني يعمل دائماً هارد وركر، واليوم مع اللعيبة هو ما زال ترى وراء هذا في عمل وفي استمرار، وفي عائلة يعني متزنة في البيت تساعده، فالله يوفقه ما شاء الله. قاعد يسألوني الشباب أنا مين بعزم؟ أنا بعزم أحمد الشقيري صراحة، لأنه فقدناه هذه السنة. صحيح. فقدناه. صحيح. بس لو تلاحظ الكل قاعد يقول لعيبة كرة قدم. ناس قال بلاي، قاعد قال ياسر، قاعد قال ماجد عبد الله، وسام قال سالم، فكل الناس قاعدين كرة القدم، حقين كرة القدم واضح إنهم ملهمين لكل الناس، وأهم شيء أبي أشوفه، هذا شيء حلمه إنه يشوفه. صح صح. ملاحظة جيدة. إيه صحيح. ملاحظة جيدة. وصلنا لنهاية حلقة الليلة. لقاءنا فيكم بكرة يتجدد على قناة SBC بحلقة ومواضيع جديدة. لا تنسون تتفاعلون معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، تقدرون تشوفون الحلقات على شاهد تطبيق الأولى اليوتيوب. هذه البداية، غدا نكمل الحكاية.